الإمام الشيخ أحمد محمد ريان وتفقيه لنا عن المفاهيم والمعلومات الصحيحة، وحواره اليوم عن أهمية وأضرار التواصل الاجتماعي. فتفضل حضرتك يا شيخ، ما هي أهمية الوقت؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد، للوقت أهميته عند الإنسان، ولدرجة أن القرآن الكريم أقسم به، والله عز وجل إذا أراد أن يقسم يقسم بعظيم خلقه، والإنسان منا إذا أراد أن يقسم لا يقسم إلا بالله. أقسم الله بعظيم مخلوقاته، منها الليل والنهار، ومنها الشمس، ومنها الوقت، ومنها حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. وهنا يقول مقسما بالوقت، قال الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والوقت هو رأس مال الإنسان الذي في خلاله وفي متناوله يأتي بكل ما هو مفيد، والعكس صحيح، قد يأتي بما هو غير مفيد. والوقت دقات القلب والثواني والساعات والأيام تنذرنا دائما وتنبهنا، دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني، فاعمل لنفسك بعد موتك ذكرها، فالذكر للإنسان عمر ثاني. ثم النبي صلى الله عليه وسلم نبهنا باغتنامه فلا نضيعه، يعني الوقت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس، وذكر منهم شبابك قبل هرمك، حياتك قبل موتك، فراغك قبل شغلك، كل ذلك أوقات. فعلى الإنسان أختي الكريمة أن يصرف وقته فيما خلق له، فيما خلق له، ويغتنم من وقته كل خير وطيب، لأنني كما قلت ساحة الحياة كلها وقت، فلا بد أن نصرف وقتنا فيما يعنينا وفيما ينفعنا في دنيانا وأخرانا. ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. تفضل حضرتك يا شيخ. طيب حضرتك وضحت أهمية الوقت ومدى أهميته الهامة بالنسبة للإنسان، فمن خلال وسائل التكنولوجيا الحديثة وجدنا مواقع التواصل الاجتماعي، فما مدى خطورة هذه مواقع التواصل الاجتماعي على الوقت بالنسبة للإنسان والفرد؟ أختي الكريمة، إن للوقت كما قلت أهميته، كما أن للوقت أعداء، وأعداء الوقت هو صرف الوقت فيما لا يعني. وإن حالنا الآن أو حال أبنائنا أو حال بناتنا أو حال المجتمع انكب انكبابا عظيما جدا، وأقبل إقبالا بشراهة على مواقع التواصل الاجتماعي، ليته أحسن استخدامها لكنه أساء، ليته اقتصد من الوقت فيها لكنه صرف وقته كله معها فضيع وقته، وصرفها فيما لم تخلق له. لأني أقول كما أن الشرع يقول إن لكل شيء إيجابيات وسلبيات، فلمواقع التواصل الاجتماعي إيجابياتها ولها سلبياتها، كالمال كالجنيه له إيجابياته بالنسبة للعبد وله سلبياته، فإن أنا أحسنت صرفه ونفقته في الخير أحسنت استخدامه، وإن أنفقته في الشر أسأت استخدامه. كذلك مواقع التواصل الاجتماعي لها إيجابياتها ولها سلبياتها، فمن استخدمها في الخير غنم، ومن استخدمها في الشر ضل، وضاع وقته وضيع أيامه، وليته ينتبه. نقول له أيها الساهي الغافل انتبه، ضيعت وقتك، صرفت عن طاعة الله فيما أحببت وانكببت عليه من هذا الشر، احذر أن يأتيك القدر وأنت على معصية الله. أحسن استخدام ما بين يديك من هذه الوسيلة التكنولوجية الحديثة، إن أنت أحسنت استفدت، وإلا
كانت لها معوقات شديدة جدا الآن وبعد الحين من معوقاتها ومن أضرارها الكثير والكثير. نسأل الله أن يعافي طالبة العلم وأن يعافي طالبات العلم من استخدام هذه الوسيلة في غير ما خلقت له وأن يصرفوها فيما خلقت له يا رب العالمين. شيخ، زي ما حضرتك وضحت أن المواقع التواصل السوشيال ميديا لها مميزات ولها عيوب، فأنا بعتبرها أنها سلاح ذو حدين، فما هي طرق الاستخدام الصحيح لها؟ أولا، طرق الاستخدام الصحيح لها ينبع أولا من قلب المستخدم نفسه. هل أنا أقبلت على هذه الوسيلة؟ لماذا؟ أسأل نفسي لماذا؟ أقبلت عليها لأني في حاجة إليها. ما حاجتي إليها؟ حاجتي أن أنقل علما أو فهما أو شيئا يصعب علي استخلاصه من الكتب وجدته، أو تواصل اجتماعي مع الآخر في حدود الأدب، في حدود أدب الاستخدام، غير ما نراه الآن ونشاهده أختاه ممن لا يجيدون حسن الاستخدام هذه الوسيلة، فإنهم لا يستخدمونها إلا بالسب وبالشتم وبالطعن وبالتحقير وبالتقليل من الغير. لماذا وقد نهينا عن أن يحقر بعضنا بعضا؟ وقد أمرنا أن يحترم بعضنا بعضا. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن. فلا بد من ينبوع الإخلاص في القلب لاستخدام هذه الوسيلة كعلاج لتصحيح خطأ المستخدم. ثم أن ينتبه المستخدم أنه إن أساء استخدامها أنه متعرض لمقت الله عز وجل وغضبه. وإذا غضب الله على عبد طرده من رحمته وصار هذا العبد ملعونا، فكيف يجترئ هذا العبد أن يخضع أو أن يضع نفسه تحت الطرد وتحت البعد من الله عز وجل، وكلنا يرجو رحمة الله عز وجل. كذلك لينتبه المستخدم أنه إن أحسن الاستخدام فقد أطاع الله ورسوله، ووعد الله من يطيعه ورسوله أن يدخله الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. تفضل أختي. وإلى هنا نكون قد انهينا، وقد بعد أن أوضح لنا فضيلة الشيخ عن أهمية الوقت ومميزات وعيوب مواقع التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا، نكون قد انهينا الحلقة، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.